أسعد الله أوقاتكم بكل خير جميع سيداتي سادتي، أهلا وسهلا بكم كافة إلى هذه الجولة الإخبارية السياحية لهذا الاثنين 19 ديسمبر 2022، تأتيكم مباشرة عبر منبر السياحي. بداية وإحياء لليوم العالمي للغة العربية، نظم المتحف الوطني العمومي أحمد زبانة بولاية وهران معرضا ضم مجموعات متحفية تابعة لفرع المسكوكات الإسلامية والمكتوبة بالخط العربي بأنواعه المختلفة، إضافة إلى تحف أخرى تبرز فن الخط العربي الأصيل. وبذات المناسبة ارتأت المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لولاية الجزائر إلى تصدير حفل تسليم درع المحروسة للاستحقاق الثقافي في طبعته الخامسة، وذلك ظهيرة غد الثلاثاء بقصر الثقافة مفدي زكريا بالعاصمة. كما يتم في ذات السياق تنظيم معرض للوحات الخط العربية مع تسليم نسخ من الكتاب المشترك للأطفال. أعلن الديوان المحلي للسياحة بولاية المندية اليوم الاثنين عن تنظيم مهرجان مونغورنو للفيلم الجبلي في الفترة الممتدة من 14 إلى 16 ديسمبر 2023، مضيفا أن هذه التظاهرة تهدف إلى تشجيع وترقية وتطوير إنتاج الأفلام الجبلية وحماية البيئة الجبلية على حد سواء. إلى جديد نشاطات السياحية بولاية تيارت، حيث تنظم مديرية السياحة والصناعة التقليدية بالتنسيق مع كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة ابن خلدون فعاليات ندوة علمية بعنوان التنمية السياحية وأثرها في ترقية المجتمعات المحلية، وذلك صباح يوم غد الثلاثاء بالمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لولاية تيارت. وفي نشاط سياحي آخر بتيارت، تم بمقر المديرية صباح اليوم الاثنين تنظيم لقاء تشاوري تمحور حول التحضير لتنظيم خرجة سياحية لفائدة التلاميذ خلال العطلة الشتوية بهدف إرساء الثقافة السياحية لديهم وتعريفهم بمختلف المؤهلات والمقاومة السياحية التي تسخر بها الولاية. اللقاء حضره ممثلو محافظة الغابات، الثقافة، المجاهدين، المصالح الفلاحية، وكالات السياحة الأصفر، وكذا الجمعية السياحية للدعم وترقية السياحة. تم اليوم الاثنين إجراء عملية معاينة كل من فندقي إقامة السنوبر ودار المعلم بولاية سطيف، وذلك استكمالا لبرنامج المراقبة من طرف اللجنة الولائية لمراقبة المؤسسات الفندقية ببلدية سطيف عاصمة الولاية. كشفت مديرية السياحة والصناعة التقليدية لولاية المسيلة اليوم الاثنين عبر صفحتها على الفيسبوك أن مصالحها قامت بالتنسيق مع كل من مديريات الثقافة وجامعة المسيلة وكذا الديوان الوطني للتطهير والسلطات المحلية لبلدية المعاضيد بخرجة ميدانية إلى الموقع الأثري قلعة بن حماد قصد دراسة وبرمجة عملية ربط الموقع بشبكة الصرف الصحية وإمكانية تهيئة مواقف السيارات. تنظم مديرية السياحة والصناعة التقليدية لولاية غليزان في الفترة الممتدة من 20 إلى 22 ديسمبر الجاري دورة تكوينية قصيرة المدى حول الإرشاد السياحي المحلي لفائدة جمعيات البيئة والسياحة وجمعية إشراقة شباب غليزان بمشاركة مديريات الثقافة، الغابات والبيئة. عقدت الفيدرالية الوطنية للفندقة والسياحة صباح اليوم الاثنين لقاء تشاوريا تحسيسيا مع مشتغلي الفندقة بولاية بشار، حيث شهد اللقاء حضور أغلبية أصحاب الفنادق مع تنصيب مكتب الفيدرالية على مستوى ولاية تندوف. أشرف صباح اليوم الاثنين مفتشو السياحة على مستوى ولاية البويرة على تنظيم خرجة ميدانية إلى فندق غوايال إلى جانب بعض الوكالات السياحية، يأتي ذلك في إطار مراقبة نشاطات المؤسسات السياحية والفندقية للولاية.
ونختم من ولاية جالما، حيث ينطلق غدا الثلاثاء الملتقى الوطني للشعر الشعبي والأغنية البدوية في طبعته الأولى بتنظيم من جمعية رواسي الثقافة وأوتات الفنون، على أن تدوم فعاليتها إلى غد 22 ديسمبر الجاري تحت شعار الشعر الشعبي والأغنية البدوية منحوتات تكرس الهوية التاريخ والذاكرة. تشكرات العميقة لكم سيداتي سادتي على متابعة هذا الموجز الإخباري السياحي، قدمته لكم أنا حميد سعد الله، تقبل تحيات عبد الرحمن بركاتي في التركيب والإخراج. أمسياتكم موفقة، إلى اللقاء بألف خير.